حسين خرجة ما شاهدناش كثير في المقابلة، ولكن تنظن بأنه الدور اللي تلعب حسين خرجة تلعب على مستوى دي فوز في المنتخب الوطني. هدف هدف ثالث لفائدة المنتخب الوطني بواسطة يوسف حجي. يوسف حجي يسجل الهدف الثالث. كما قلت أخطاء كثيرة ديال اللاعبين الجزائريين، هناك احتجاج ديال اللاعبين الجزائريين بأن هناك تسلل، ولكن الهدف الثالث لفائدة المنتخب الوطني. الهدف الثالث اللي جاء عن طريق حملة جميلة قاد المنتخب الوطني، وكان ربما استفد بشكل كبير من الخطأ اللي كاين على مستوى الدفاع. كما قلت خلال بداية الشوط الثاني كانت ثلاثة ديال الفرص، الفرصة الرابعة تعطي الهدف لأنها كانت أخطاء كثيرة. اعتقدوا اللاعبين الجزائريين بأن كاين هناك تسلل. إذن الهدف الثالث بواسطة يوسف حجي. يوسف حجي اللي معروف عليه الاستفادة من مثل هذه الكرات. كان هناك خلل وخطأ وأخطاء متعددة على مستوى الدفاع. 3-0 الآن، 3-0 لفائدة المنتخب الوطني وفرعون كبيرة.